السلام عليكم اخوان وياس اصدقاء خوت احباب، تحيه الاصدقاء كاملين، تحيه للمبتدئ، تحيه الجاليه المغربيه. اليوم الحمد لله جانا واحد ضيف واخ وصديق ونعم الصداقه الحمد لله ونعم الاخوه وعزيز على القلب الحمد لله، الرئيس عمر. السلام عليكم. من عشاق صيد الوحوش. بارك الله على السي محمد. السي عمر على سلامتك. الله يسلمك، بارك الله فيك وشكرا على حسن الاستضافه. مرحبا بك. الله يعطيك على الترحاب على هذه الاجواء الجميله. تبارك الله، اليوم الجو رائع، تبارك الله ديال البحر. اليوم السي محمد ديما القلب الكبير والدار الكبيره الحمد لله، وديما ربي كيسر الحمد لله، ديما كنجي وديما كيختار لنا المصير المناسب. كل منزله كل وقت يختار لنا المصير المناسب، الطعمه المناسبه، حتى التوقيت ديال الصيد المناسب. الحمد لله الخبره ديال السي محمد، يعني واحد الخبره اللي هي كبيره، راك مع عبر سنوات وكيفيدنا بها، يعني بدون حواجز، بدون. وهذه هي الميزه ديال السي محمد. وصراحه انا كنقول لعشاق الصيد بالقصابه والاخوان كاع ديال الهوات ديال الصيد بالقصابه، المتابعين ديال القناه، يجيو مرحبا بهم ويجيو، لانهم غادي يلقاو اخ بمعنى الكلمه. صراحه ما كيخبي حتى شي حاجه، داكشي اللي كاين الحمد لله كيتقاسموا مع الاخوان. وان شاء الله اكيد اليوم ان شاء الله غادي يسر الله بشي حصيله ان شاء الله، وغادي نتقاسموا معكم ان شاء الله. ودائما ربي كيسر دائما السي محمد، بحكم التجربه الكبيره ديالو مع البحر الحمد لله، ديما الاختيارات ديالو كتكون موفقه، وديما ربي كيسر في حصيله كتكون مزيانه. ونتمنى اليوم ان شاء الله تكون شي حصيله ان شاء الله اللي نتقاسموها معكم ان شاء الله. تبارك الله عليكم. والاخوان مرحبا بالجميع، واللي عنده واللي ما عندوش والله الا مرحبا به. راه كلمه راه تنقولها وديما الحمد لله، اللي عنده مرحبا به واللي ما عندوش مرحبا به. وحنا التجربه ديالنا راه ما غادي ندخلوا على حتى شي واحد، والحمد لله الفرجه راه موجوده، والصياده موجوده، القوس موجود، والتقواس الحمد لله موجود، القتال موجود، ولكن الاساس هي المعلومه. واش هادشي سي عمر؟ انا سيدي واحد الطويجين ديال الكرابين. ديال الكوربينا. اه استاذ كوربينا في البحر. الله سيدي بصحتك، ايدو بنينه هو تبارك الله. جيت الحوت سبحان الله، ما تقدم قدامه في الضياط. الله يعطيه الصحه في شهر مالو، عنده الخاطر تبارك الله. دياب اللهم بارك. خرجت يا ولد عمي. كاينه البنه تما الحمد لله. اكلتك وقديتي غداك وقديتي من سايلك، ما خرجتك في النار. الله يعطيك الصحه، الله يعطيك الصحه. والنوبه فيك يا ولد عمي. الله يكون لا داكشي. دابا راه ما بقيتي براني. تقسيم دابا داكشي. ما بقيتي براني دابا. شي ميزان. هكاك دابا راه حتى العام الثالث هذا تبارك الله. تنعرفوا قبل ما نديروا كاع لاشين حنايا الحمد لله. اللهم لك الحمد. الله الاجواء ديال الرحله ديما راه هي هذه، راه ضروري الانسان هذاك الشيء ديك شويه ديال الصايد، شويه نخلعوا على المتابعين باش يعرفوا راسهم يجوا يطيبوا شويه ديال الراحه. شويه ديال الصيد، شويه ديال الراحه، شويه ديال الاجواء كامله. الحمد لله حنا تنتعاونوا في داك الشيء الحمد لله. ما عندنا الاجواء هي الاساس. يا عندنا مشكل كاين تبارك الله، كويزيني راه كاين، الكويزيني كاين، كلشي الحمد لله كاين. إذا كانت تبارك الله شي جروب كبير ديال الأصدقاء ولا هادي، راه تيجي جروب تيجي كويزيني خاص الحمد لله في الطياب وفي كلشي الحمد لله. أمور كاملة ديال الكوزينة راه تيقوم بها.
التقسيم. ولكن حنا تبارك الله مع الرئيس الكبير الاستاذ ديالنا تبارك الله ما يحتاج تيقول لك تلقى القانه ديالي وراحتي في الطياب. الله يعطيك الصحه ديال السي عمر. ضروري الانسان باش يكون مش كان دري راه ضروري خصو يكون كاين كاين الله يعطيك الصحه. الانسان تيكون في غنجبدو لك اصدع مع مدام غنقول لك شي عامين ما طيب ليا هاي باب ضحك نجبدو لك اصدع الله يسامع مسامع عينك سامح مسامع عينك اسيدي يا الله اسيدي ها المدام توقع على خاطره والحكم قول لي ياك لا لا سيدي كاين قانتك اخويا راسك احنا ما قلنا لك والو راسك مشيتي بغيتي دير وتطيب قلنا لك الله يسخر مزيان شو شوفوا لكم المصيبات سير الرئيس شوفوا المصيبات خرجه ولا بد خصو تقاد حويجاته ولا بد الله يلا تعيش الاجواء ولا بد اي والله يعطيك الصحه الرئيس عمر الله خيرت اخوان الرياس الخوت اصدقاء الاحباب تحيه للهواه تحيه الجاليه المغربيه خوت راه تبارك الله راه ما تكذبش قدام هذا الوجوه هذا هذو هما الاساتذه ديالنا الحمد لله والرياس هذه الحوته ديال هذا الراجل السي الحسين وهذه الحوته ديال مويحه اللهم بارك ما كاينها قوس وهذه الحوته هذه حتى هي اللهم بارك ديال السي خادم بيش مرحبا بكم عنده حتى هو في اكادير راه الماتيريال الطعمه كلشي والثقه اطلب اش بغيتي خصك الا ما عندك تجربه في الصيانه قول له ودي انا راني مبتدئ يمشي معاك من ازيرو ان شاء الله تيسر لك الامور هادشي راه صيدنا الحمد لله بالليل ما كتبش الفرجه انتوما الحمد لله الحصيله راه شركنا لها تحيه سي مويحه الله يلا بصحتك الحوت هذه تبارك الله هذه العملاقه هذه وزنه هذه العملاقه هذا الراجل هذا الله يصحك الله يعطيك الصحه مسكين الحوت هذا راه ديال الاخوان الاخرين وصحتنا وصحتكم وصحة الاخوان كاملين والله يجيب سمينا الحمد لله دخلت له دوام هذه دخلت الطوموبيل حوت المغرب هاي يلا خبطت علينا هاد الوقيتة هادي ملقيناش اللي وثق معانا هاد الفيديو هذا كانت كومبا زينة تبارك الله ولكن ملقيناش اللي وثق معانا الفيديو والله يجيب سمينا نتمنوا التيسير قصيبات الاخوان معنا الصديق والرئيس والاجواء تبارك الله المغرب هذه حوتة ديال الذهبية ديال المغرب اللهم بارك ما كتعبش نوثقوا معكم الفيديو من الاول حتى الاخر مشى الصديق ديالي الاخ في النير يجيب الطعمة ويجيب شوية اللي تنحتاجوها صار تبارك الله عزيز باش مصيري كاين السمسر اللهم بارك خير اللهم بارك خير الله صار هذا القب ديال عزيز هذا الراس ديال عزيز الله يدوم نعمه واش تدير السي عمر؟ تا خويا تتمسح لي الحوته ديالك ياك؟ شويه ديال الغبار وداك الشيء هاد الحوته راه ضربها الرئيس تبارك الله ضربها معاش ديك الساعه التوقيت واش ضربات عليك اخويا عمر؟ الرابعه اللهم بارك راه صار حتى هو حنا راه غلبنا الناس ولكن صار هو والحمد لله كانت واحد الكومبا زوينه رانا فقنا ليها كاملين وتعاوننا مع الرئيس وخلقينا قاتله تبارك الله هازه الماء صافي هلك ها وهالكاتو بجوش اللهم بارك وكرشنا الحمد لله ويسر فيها الله الحوته ديال السي عمر هاني لك صحتك السي عمر الله يعطيك الصحه صحتك محمد اخير الله العوينات تبارك الله شوف الزين الطبيعي تبارك الله الله يلا بصحتك تبارك الله اللهم بارك وترى اللهم بارك
تبارك الله، راه قريبه للعشرينات هذه. اللهم بارك. وتقريبا العشرينات بصحتك. تبارك الله عليك. كيفاش الرحله اخويا عمر؟ الله يعطيك الصحه السي محمد، الحمد لله الرحله من البدايه الحمد لله موفقه الحمد لله. الحمد لله الاجواء كاع كانت مزيانه الحمد لله، ديال الاقامه والجلوس والخيمه. الحمد لله كل شيء كان رائع الحمد لله. كاين حتى التويج بعدا بهذا الحوت الحمد لله، واخا كان شتي الحوت هذه الايام شويه دابا البحر طايح بزاف والصياده كاينه بالليل، خصك تصيد بالليل تسمرها بالليل لان البحر طايح بزاف، نهار تيكون الماء صافي بزاف. ونشاركوا معنا اخوان يشوفوا حتى هما البحر، ها الاجواء ديال البحر، البحر طايح بزاف اللهم بارك، والجو زوين والماء ضاوي بزاف، الصيادة بنار تكون قليلة، ولكن في الليل كاين الخير. الليل اللهم بارك كاين الأسماك، الحمد لله. هذه راه الحوتة الخامسة دابا. سي عمر هذه الحوتة الخامسة اللهم بارك ياك. في هذ اليومين هذه. اللهم يسر. السماكة تبارك الله. شوف شبقال اللهم بارك. بالطراوة ديالها. شوف اللهم بارك. السبيب ديالها الطعيمة ديالها. سي عمر راه جايب لها القرادة ديالها. حنا دابا راه في ايام العواشر ياك. اللهم يسر. قربات العيد اللهم بارك. اللهم يسر. ولكن انت قلتي انا هذه نعيد ان شاء الله قبل العيد، افتتاح بعد ديال العيد بكوربينا ياك. اه ضروري. بصحتك بصحتك. عندك الدلوة ديال الجمل. اشنو الطريقة زعما ديال الطياب؟ والكوربينا هادو تبارك الله. ولكن هذاك واقيلا طريقه ديال الشواء، قول واقيلا عمر ياك زين الشواء. هذيك هي اللي قلت لي احسن طريقه ديال الحاجه هي الشواء. الد ماكله عندك انت في الكوربين هو الشواء. والله كيفاش قطبان ياك؟ قطبان من كل الكوربينه غليظه قطبان. هذه الشوايه. الشوايه هي احسن الجمل، احسن ما كاين. الله الا احسن ما كاين قطبان. قريضات قريضات قريضات. تبارك الله. ولكن خص دابا المتابعين والاصدقاء والهواد ديالنا باش يعرفوا واحد المساله، شي من نص القزيبه تيكون هذا اللحم ديالها فتي ومشحم تبارك الله مزيان للشواء، وهذا النص الفوقاني مثلا نقولوا النص الظهر ديالها والراس، هذا اللحم هذا كامل ديال الظهر والراس ديالها خدام للطواجن مخير، وهذا النص هذا خدام للشواء تيكون شويه مشحم، واللحمه ديالو فتيه اللهم بارك. الراس مارو. والحوته ها ما تكونش فايته العشرينات، وهذه ما بحال هادشي دابا تبارك الله ديال 18 19 16 15 14 راه مزيان تبارك الله في الشواء، ومزيان تبارك الله في الطواجن. بصحتك هنيئا لك. صحة شكرا الناس. هنيئا لك بصحتك. على الاستضافه. مرحبا بك. شكرا على الاستضافه ديالك وعلى الاجواء الرائعه، على هذا المصيد الرائع اللي وريتينا واللي تمتعنا فيه الحمد لله، واللي ديما كنجيو ليه الحمد لله وقت ما جينا عندك عبد السي محمد. كنجيو لهذا المصيد الرائع الحمد لله، ربي ديما ما كيحشمش وديما كينتيسير الحمد لله. وسي محمد تا هو ميسر اللهم بارك. ميسر بكم انتوما، راه انتوما هما كل شيء اخويا عمر صراحة تكالا. راه انتوما تبارك الله، حتى انتوما الحمد لله، راه اللهم بارك. الطعمة اللي جبتيها الطعمة اللي ما كاينة راه ما كاينة. الطعمة اللي كتكون طرية اللهم بارك الكوربين راه ما تقدقها. لا خصك تعطيها الحي، خصك تجيب لها شي طعمه باقا فريش، ماشي تجيب شي طعمه ناقصه ولا تكون عندك مخلطه كراميل، وتكون عندك السيبيا، ويكون عندك ازايز، باش ديك الساعه اي حاجه تلقاها. هي من عشاق هاد الرخويات هادو كاملين. والله لاحظتي دابا غير في هاد الايام كل مره كتضرب على طعم بشكل ما كاين ما كاين الصفاوه بزاف وتطيح. ازايز تيصبر الجلده ديال ازايز، اللحمه ديالو شويه قاصح خويا عمر كرمان، وداك الشيء شتي يوقع فتيد غير تدير له طق طق تياكلوا لك السمسه، هذا هو المشكل. يعني اللهم دير ازايز يبقى سامر لك ما تيتكالش بزاف. وهاني لك وبصحتك بارك الله عليك، وفرصه قادمه ان شاء الله، ورحله ان شاء الله ان شاء الله المقاريب، الرحله اللي غادي نجهزوا لها ان شاء الله لي سبوت زوين ان شاء الله، وهذه مشاو بلايص زوينين ان شاء الله جداد ما عمرنا شركناهم مع الاصدقاء، ونتمنوا ان شاء الله تيسير الجميع، وتحيه الاصدقاء كاملين، ومرحبا بالاخوان كاملين. والله يجيب سمينا وتبارك الله على السي عمر، واخا ما سخيناش منك اخويا عمر ربي يخليك تمشي علينا ياك. مع خونا الحمد لله. هذاك الشيء اللي كاين قريب الحال الحمد لله، حتى حدانا هنايا بارك الله عليك. يلاه بصحتك بصحتك وبصحة الجميع.
راحتك. العقرب الجميلة هذه راه ما فيهاش السم، هذه فيها الذهب. الله يسخر ان شاء الله. بينا بينا بسم الله. كانت ان شاء الله الله يعطيك الخير. جاب الله الحمد لله واحد الصديق واخوا ربما واش داكشي تصورت الكومبا ولا ما تصورت. الله يعطيك الخير. المهم رانا جبنا التليفون الاخر تنصوروا به. الريح شويه الحوته هذه الله ضربت علينا. الله هذه دابا شي 6 واقيله ولا 6 شوي. هذه الحوته ديال المغرب اللهم بارك. الله يعطيك الخير. ايوا الله يجيبنا وبصحتك حتى انت مولاي. الله يجيبك والله يجيبك واحد الجوج ان شاء الله. اه يسلم مولانا. اه يسلم مولانا. قلت لك ان شاء الله راه تشوف غادي تشوف. اه الحمد لله. قلت لك هذاك انا عارف انك شريت تبارك الله ما تحتاج. غادي تشوف ان شاء الله. الله يسر الله يسر. دوك غادي تشوف. رانا متمنين هالرياس كاملين الحمد لله. الله يجيبك. والله الا متمنين لهم كاملين. راه الاستاذ ديالي راه شفتوه. اه الرئيس ديالي الله, الله يسر ان شاء الله شي حوت وبصحة المهاي. تحية الرئيس محمد هاي. الله هذه انا محمد راح يحيدها من الحجر. الرئيس عمر سكين وبصحة وبصحة الرئيس عمر راه يلاه مشى الصديق ديالنا. يلاه مشى سكين قاعد على الكونجي ديالو وبصحة. سير اه خير سير عمر شي تصاوب. الله يعطيك الخير. اجر ضل هادشي اجر ضل هادشي تعالوا نتصور. تعالوا نتصور تعالوا نتصور تعالوا نتصور تعالوا نتصور. الله يغنينا عليك. الله يعطيك الصحة. الصحة. أول شوف الشيء الله يبارك فيك. إذا كان يجوز.